الحمد لله وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من أنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك. فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت للظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، من روائع ما كتب شهيدنا السيد الصدر هو بيان الجهاد والمجاهد، حيث يقول قدس سره: الجهاد هو التفاني بجد وإخلاص في إنجاز العمل الذي أوكله الإسلام إلى الفرد ليقوم به، وهو باب واسع من الأعمال تنتظم جميع الفعاليات الإسلامية الخيرة به. وليس مختصا بحمل السلاح في سبيل الدفاع عن الإسلام كما يبدو لأول وهلة. فمجاهد كل من وجد ضعيفا ينوع بثقل الزمان وأسبغ عليه شيئا من الرحمة والإحسان، ومن وجد فقيرا ينام الليل ولم يدخل جوفه الطعام منذ أيام فأعطاه شيئا يسد به رمقه، ومن وجد يتيما قذفته داره إلى قارعة الطريق فآواه وأشبعه وألبسه وأحسن تربيته، ومن وجد أخاه المؤمن مضطرا إلى أمر من أمور الحياة وهو متمكن من إعانته فأعانه على تحمل مشاق حياته. ومن يشعر بأن الله الذي خلقه من بعد عدم وأنعم عليه من بعد فقر وأسعده من بعد بؤس أهل للعبادة والدعاء وتقرب إليه ودعاه وأخلص في عبادته. ومن عرف أن الله عز وجل قد أرشده إلى خيره وصلاحه وفرض عليه بعض الواجبات فقام بها بأمان وإخلاص. وفي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول سماحة القائد السيد مقتدى الصدر دام عزه في إحدى كتاباته: الاحتمال الثاني أن المراد من قوله لما يحييكم هي أوامر الجهاد وقتال أعداء الإسلام، فالجهاد إحياء للأنفس والقلوب، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين.